حيول جل ممرات يا حي مركب الذلايل. التواصل يستمر إذن مشاهدين الكرام في أروقة الميدان، حيث ينطلق هذا الشوط وهو الشوط السادس عشر في خلال هذه اللحظات، حيث نسير مع شوط من أشواط الأبكار بالتناوب الجعدان الإنتاج، حيث نبدأ المنافسة والصراع لنيل الناموس والمركز الأول. مقدمة الشوط يبدأ الآن في هذه اللحظات. تواق لحمد بن سيف الكتبي يتقدم إلى صدارة هذا الشوط في المقدمة، مقدما تواق حمد بن سيف بن تميم الكتبي بن تميم الكتبي في مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني المركز الثاني الشباب ياتي لمحمد بن شطيط بالعامري الكتبي يصل يحتل المركز الثاني. انتقل للمركز الثالث حيث نواجه هنا في هذه اللحظات بوجود شاهين سيف بن مطر بن لحج الهاجري يتقدم الى المركز الثالث. اما المركز الرابع وصل المتحد مطر بن محمد بن قريري المنصوري، والمركز الخامس هذا اللي وصل مايهاب حمد بن محمد السمح العامري الله يسمح دروبه، خذ المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس وصوله من قبل حبشان محمد بن سيف بن عبد الله بن عفره، يلا يا بن عفره غير المركز السادس. المركز السابع هناك الشمالي محمد بن سعيد بن لوتيه العامري، المركز التاسع وقدوم من المغري حمد بن راشد بن نايع، والمركز العاشر التبر للدكتور سعيد بن سالم الشيخ. هذه نتيجة إذن مشاهدين الكرام في المراكز المتقدمة، لكن نتابع وين يا بالعامري غير إلى المركز الأول. ها هو الشبابي محمد بن شطيط بالعامري الكتبي، يلا هالي شويب هل الشويب هل الشويب، يلا يلا شوف شوف المقدمة والمركز الأول. بالمركز الثاني، المركز الثاني هناك تواق حمد بن سيف الكتبي بن تميم الكتبي ياتي يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث حضور من مايهاب حمد بن محمد بن سالم العامري يصل مشاهدي الكرام في المركز الثالث بالسمح. في المركز الثالث، المركز الرابع هذا اللي قادم يا بن عفره يقدم حبشان محمد بن سيف بن عفره المطيوعي يحتل المركز الرابع. اعود الى البدايه، ما شاء الله دخلنا في اجواء الكيلو الاخير الكيلو الخطير، لكن بالعام مسيطر حتى هذه اللحظات مع الشبابي، مع الشبابي لا زال محمد بن شطيط بالعامري
الك تبي، ولكن شوف العودة من مايهاب 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 يخوف ولا يخاف. ها هو مايهاب حمد بن محمد بن سالم السمح العامري وابن عفرة المطيعي. يلا يا ابن عفرة، يلا يا ابن عفرة، هذا المركز الثالث، لكن واصل لك واصل لك الله. المغري 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 حمد بن راشد بن نايع الغلي، ولكن شوف اللي وصل الان سرمد سرمد خميس بن عبد الله الشدي المنصوري، وصل خذ المركز الرابع الى المركز الثالث. المركز الرابع هنا تقدم الراهي ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيلي، ولكن انفراده. لكن شوف 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 تنافس تناي تنافس تناي بين المغري بين المغري. المغري مسيطر المغري مسيطر. حمد بن راشد بن نايع يلا يا وين يا آلي طويسة، اهالي مهذب اهالي مهذب. المركز الثاني هناك تواجد من سرمد خميس بن عبد الله الشدي المنصوري. اللحظات الاخيره اللحظات الاخيره بين المغري بين المغري وبين سرمد سرمد والمغري. اللحظه الاخيره حرك يا محرك حرك حرك حرك. شوف 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 اللحظات الاخيره يا سلام. المغري 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 والشدي. عموما على كل حال ناخذ الثالث. هنا ياتي راهي ناصر محمد بن سهيل بن عويضه الخير المركز الرابع المركز الرابع الغامض لحارب بن مغير العميمي حل في المركز الرابع. المركز الخامس لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي لاحتل المركز الخامس اللي هو الحاكم حضر في هذا اللقاء. عموما على كل حال نعود لنهني الفائزين بالمركز الأول والثاني حيث كان دخولهم جماعي وإصرار من الاثنين على انتزاع المركز الأول، إلا أن كاميرا دبي ريسينج ونادي دبي لسباقات الأجن ستكون حاضرة وهي الفيصل لناموس هذا الشوط مع الخط الفوتو فينش. يا سلام بالفعل. إذن المغري المغري هنا لحظات فوتو فينش الأخيرة من خلال هذه اللحظات. المغري حل بالمركز الأول. حمد بن راشد بن نايع الغفلي بأربع دقائق واحد وأربعين ثانية أو أربعين ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا على الفوز والانتصار. المركز الثاني المركز الثاني كان سرمد خميس بن عبد الله الشدي المنصوري أربع دقائق أربعين ثانية أيضا وسبعة أجزاء من الثانية. توقيت مشترك بين الاثنين في مشاركة قوية وأداء ممتاز من خلال هذه اللحظات. المركز الثالث أربع دقائق واحد وأربعين ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تانينا لمالك راهي ناصر بن حمد بن سيد بن عويضة الخيلي على هذا الفوز والانتصار والمشاركة في أرضية ميدان دستور. بالفعل لها أجواء من خلالها تستحق أن تتابع وأن تقدم دائما في كل المهرجانات.